نجيب، مات الراجل اللي اشتكى منه طوب الأرض وطوب السماء، ده لو كان لسه مطوب. مات نجيب اللي ما بيعجبوش العجب ولا الصيام في رجب. مات الراجل اللي ما يعرفش إلا الصراحة في زمن النفاق، وما يعرفش إلا البحبوحة في زمن البخل والشح. مات الريحاني في 60 سلامة. بهذه العبارات رسى نجيب الريحاني نفسه قبل 15 يوم فقط من وفاته. يتمحي شيء وينكتب شيء، قلت حكمتك في أضاك. قبل 131 عام ولد ريحاني في حي باب الشعرية لأب عراقي يدعى إلياس ريحانة، كان بيشتغل في تجارة الخيل. استقر بالحال في القاهرة عشان يتجوز من ست مصرية قبطية أنجب منها ثلاث أبناء منهم نجيب. تلقى ريحاني تعليمه في مدرسة لوفرير الفرنسية بالقاهرة، وفيها تجلت موهبته التمثيلية المبكرة، فانضم لفريق التمثيل المدرسي. مظبوط، ماشي يتقمع. ولو نتقمع دي الفاظ طباخين ما تقمعش الا البامية والفاصوليا، لكن ماشي يتقمع. أمعكم عفريت أزرق. عمل موظف بسيط في شركة لإنتاج السكر في الصعيد، وكان لتجربته دي أثر على العديد من مسرحياته وأفلامه السينمائية. بعد كده عاش لفترة بيتنقل بين القاهرة والصعيد، وفي أواخر العقد الثاني من القرن العشرين الميلادي أسس مع صديق عمره بديع خيري فرقة مسرحية عملت على نقل الكتير من المسرحيات الكوميدية من الفرنسية للعربية، واتعرضت على مسارح كتير في مصر وأرجاء واسعة من الوطن العربي، قبل أن يحول قسم منها إلى أفلام سينمائية مع بداية الإنتاج السينمائي في مصر. عيني بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. عينه بتلف. ترك نجيب الريحاني بصمة كبيرة على المسرح العربي والسينما العربية، حتى لقب بزعيم المسرح الفكاهي في مصر والوطن العربي، ويرجع ليه الفضل في تطوير المسرح والفن الكوميدي في مصر وربطه بالواقع والحياة اليومية. كان وسيظل الريحاني الضاحك الباكي حالة خاصة جداً، لأنه رغم إنتاجه السينمائي الضئيل بحوالي 7 أفلام فقط، 3 أفلام منها دخلت ضمن أفضل 100 فيلم مصري في التاريخ، إلا أنها لازالت في ذاكرة الجمهور المصري. مدام جيزيل نجيب الريحاني، ازي حضرتك؟ احنا مش عايزين نزعلك. لا بس كل مرة بشوفه اعيط. بتحسي بايه؟ عشان كده انا خلاص مش عايزة اتفرج على افلامه. كده نحس كده وحشني جدا 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 جدا، عشان انا كنت 3 سنين معه بس، 3 سنين بس، وسابني وعندي 11 سنة بدري. كنت عايز هو يكون معايا كده وانا بكبر او اكبر، ويديني نصيحة ويقول لي اللي صح وايه غلط. ما حدش قال لي. فانا يعني الحمد لله انا هذا كده، انا هنا معكم. حضرتك شرفتيني، حضرتك شرفتيني ونورتيني في شارع النهار. الله يخليك، بس قول لي بقى سؤال بيحيرني. اسالي اللي انت عايزاه. فين شعرك؟ لا شعري راح. فين راح وفين؟ شعري راح مع اللي راح. ما انت لسه صغير. خلاص. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان مدام جيزيل نجيب الريحاني، أيوه، او مدام جينا نجيب الريحاني، يعني هي شخصية ضحوكة جدا وبشوشة جدا ودمها خفيف جدا جدا. الله لا 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 لا، اوفر اوفر اوفر. لا والله يا لهوي، هيقولوا عليا اوفر. لا هيصدقوا ان انا اوفر، بس مش اوفر، انا بقول الحقيقة. ده احنا قعدنا نهزر قد كده. لا يا ما احبش كده، انا عادية خالص. طب بس بص، دمي خفيف طبعا من بابي، من بابا. بابا وكده يعني، او كده ربنا، من الباقي من عند ربنا بس. حضرتك عشتي مع باباكي 3 سنين. 3 سنين. طيب قولي لي بقى، الثلاث سنين تفتكري حاجه قالها لك اثرت فيكي قوي، مشهد كده كان بيتكلم معاكي فيه، نصيحه قالها لك، لعبه لعبتوها مع بعض، حاجه اتفرجتوا عليها مع بعض، حاجه كده لا تنسى حضرتك ومع الفنان والاب نجيب الريحاني؟ يا حاجات كتيره قوي. بص بقى كده، انا اول ما كده هو كنت انا في البيت وهو جاي، او العكس انا جاي وهو في البيت، بيسال
فين اميرتي فين اميرتي فين اميرتي فين اميرتي سوري اميراتي صغيره. ايوه ف قريت انا عارفه فين. بص اقول لك ليه، علشان يعني معلش ماما كانت شديده جدا وبس ما كلام بس ما فيش يعني مناقشه كده او مثلا صيحه ولا اي حاجه. فطبعا حد بيقول فينك يا حبيبتي، ده حاجه جامده جدا بالنسبه لي انا. كنت لما بتسمع وكان هو كان بيستنيني يعني، او ما هو هش الباب فينك يعني انا يعني كده، ولا انا لما بسمع كده بيخبط الباب كده اجريت برضه. هو طبعا عدى على هجره، وبعدين طبعا لازم اقول له كل حاجه، عملت ايه، رحت فين، عملت إيه؟ ماما عملت ايه معايا، ده الكلام انا قلت معاه يعني، اتكلمت معاه في احداث اليوم بس. ومن بعد كده يعني ده بالنسبه له. وبعدين هو مش بيقول انت عملتي ايه، ايه ده، ازاي، لا ابدا، بيقول بصي يا حبيبتي كده غلط، الصح كذا كذا كذا، يلا روحي لمامي ونقول لها انا اسفه. فهي طيب عملت كده زي ما هو قال لي، مش عارف مقنع، هو كان مقنع يعني كده يعني قصاد الاوامر اللي انا كنت باخدهم يعني، حاضر على طول يعني، بحب اعمل اللي هو بيقول لي. مامت حضرتك كانت شديده، شديده قوي. وباباكي هو اللي كان يا طيب وحنون يعني حاجه ما شفتش حاجه، ولا كلمه صوت عالي ولا اي حاجه يعني، اي مشكله اي حاجه كان عندي رحت له على طول، ومش هو بيقول انا مش فاضي كده بعدين وكده، لا 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 خالص يعني، كان دايما عنده وقت عشاني كان دايما عنده وقت علشان